أهلا بكم في موجز الأخبار الاقتصادية. ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار السبت في بورصة بغداد، وأوضحت مصادر صحفية أن بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد سجلتا 147,900 دينار لكل 100 دولار، فيما سجلت أسعار بيع الدولار في بورصة بغداد 148,500 دينار لكل 100 دولار. قال مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لمصطفى الكاظمي إن العراق يعاني من أزمة الإيرادات غير النفطية التي لا تصل إلى أهدافها ولا تغطي تكاليفها، وبالتالي فإنها تتسبب عجزا فعليا. وأقر صالح بوجود خلل في التخطيط المالي للإيرادات غير النفطية في ظل تفشي الفساد في المؤسسات الحكومية، مضيفا أن بناء الموازنة المقبلة على سعر 60 دولارا يعد معقولا حسب تعبيره. أعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية التابعة لوزارة النقل الحالية إلغاء جزء من التحذير الجوي الذي فرضته منظمة الطيران الفيدرالية عام 2014 على الفضاء الجوي العراقي إبان الحرب على تنظيم داعش. وصرحت إدارة الحركة الجوية أن الإعلان الجديد يصنف الارتفاعات فوق 32 ألف قدم كارتفاعات آمنة وصالحة لمرور وعبور شركات الطيران، مضيفة أن تقليص التحذير على الفضاء الجوي العراقي خطوة لها أبعاد اقتصادية من شأنها زيادة عدد الطائرات العابرة للأجواء العراقية. شكا المزارعون في محافظة ديالى من تداعيات أزمة الجفاف على إنتاج محصول الرمان الشهير وخفض إنتاجه بنسبة كبيرة. وأضاف المزارعون أن إنتاج الرمان انخفض هذا العام بنسبة 40% بسبب تداعيات أزمة الجفاف القاسية التي مرت بها مناطق شمال وشمال شرقي ديالى، في وقت لا يزال الجفاف يهدد بهلاك ما تبقى من البساتين في المحافظة. قالت مديرية زراعة خانقين في محافظة ديالى إن نصف مزارعيها لم يتسلموا مستحقات تسويق الحبوب للموسم الماضي برغم قرب انطلاق الخطة الشتوية. وأضافت المديرية أن عدم صرف مستحقات المزارعين سبب لهم مشكلات مادية ومعيشية جسيمة بسبب مديونية المزارعين للمكاتب والشركات الزراعية التي تمولهم بمستلزمات الخطة الشتوية، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على الموسم الزراعي المقبل. أعلنت حكومة النظام السوري عن مشروع موازنة عام 2022 بقيمة تعادل نحو 5 مليارات دولار أمريكي. وقالت وزارة المالية في نظام الأسد إن العجز في مشروع الموازنة للعام القادم يقدر بنحو 1,640,000,000 دولار، بينما يصل حجم الدعم فيها إلى 2,200,000,000 دولار أمريكي. سددت مجموعة إيفرغراند الصينية مدفوعات فوائد القروض على شكل سندات دولارية بقيمة 83,000,000 دولار ونصف المليون قبل ساعات من انتهاء مهلة السداد. ويقول خبراء إن توريد هذا المبلغ من جانب الشركة العملاقة في مجال التطوير العقاري أنقذها من الدخول في عجز رسمي عن السداد، في وقت تقدر ديونها بنحو 300 مليار و2,000,000,000، ما يشكل تهديدا للاقتصاد الصيني، لا سيما أن الشركة منذ نهاية أيلول الماضي لم تتمكن من تسديد دفعات قروض يبلغ مجموعها 131,000,000 دولار. ختام الموجز، إلى اللقاء.